السبب راح عند ابوك يلاقيك رعني وسخه روح يجي تضرب بنتي يلا من هون عادي كنت عادي شو بدها هاي ليش عم تهجم عليكي عم تاكل اكلاتنا وتعبي طاوس ايوه انا بفرجي يا هالبنت الرعنه عادي كنت عادي وين من فوق ليش تضربني انا كمان بدي العب معك ما في يا حطها بشي محل يا ستة بالشارع بركب شي مكان انا جايبك عندي تنظف مو جايبك انت وبنتك تلعبوا عندي ما عم تلعب البنت عم بنظف وين عم توصل عم بنظف البنت معي دوم خلص ما راح تلعب مع ولادك ولا شيء لا لا وراك راح تلعب لحالك وضل معي دوم ما راح تلعب ولا تسوي شيء خلص تكرم عينك هي اخر مره تجيبها ما راح ارجع عيد وين راح احطها وين راح احطها دبر حالك كمل تنظيف ما عجبك اترك بجيب 100 واحد بدالك بسم الله ونعم الوكيل هنا عم قبل حاجي اللي خلتنا نتحمل هيك عالم وساقة هيك عالم نصف ناس وصحاب تعال يا بنتي تعال بركي هون زين شو البركي اللي ايش فيها يا زلمة؟ قوم سوي لك قوم سوي لك ارجيلي يا زلمة تعرفني انا ما بسوي ابرك من دون ارجيلي قوم قوم انا دوم اسوي لك مين اللي مسوي؟ انا قوم اسوي لك؟ ريح في عندي خدام اشتغل عندي جبته من جديد شو؟ ايه والله جبت هيك شب فقير جربان بشاور عندي بعطيك كاميرا خلي يسوي لنا فيلم ما انت شو اذا بطلع موشي كويس خلي يسوي ما بعرف دارو معزب معزب لو هيك بدنا نديله دايما اوكي لا جربان تاشو لو انت هو سوي لنا رجيل على كيف كيف طلع اذا رجيلتك مثل وجهك بخصم عليك هضبه امرك معلم امرك تكرم عيونك راح اظبط لك الراس على كيف كيفك تمام تمرني بشي غيره لا ما بدي شي خلص والله معفوك صار اظبطها على السارة ليش عم تحكي معه؟ شو عم بحكي معه؟ ليش هيك عم تسلل الشطوري؟ عم بعطيه مصاري يعني جيبه لعندي ببلاش عم بعطيه يعني مصاري يعني اذا عم بعطيه مصاري بتزله وبتهينه؟ يا حبيبي ايش يزله؟ هلا هذا الشيء بيني وبينك نحن جماعة عالم في عنا يزلوا منه هيك عالم اسمعني شو كملت كلامي هيك عالم ما بيهمه ايش يزلوا منه ما بدك تجيني بس يغم صغار ما بيهمه محمد مثل ما انت عندك كرامه هو كمان عنده كرامه لا حبيب قلبي هيك ناس ما عنده لا كرامه لا ذوق بس مصاري بتشتري انا بتشتري كل اهله انا شو عم بقول لك لا تقلي لا من الكلام والله لا تحكي معه هيك بكرة مثل ما انت عم تعمل فيه رح يجي يوم ويصير فيك انت كمان هيك خسيت عقب لك الحمد لله انا معي مصاري ما بتنتهي هون محمد مثل ما عم اقول لك عمود لانه هو انسان بشر مثله مثلك الكلام اللي عم تحكي معه تخيل يجي واحد يحكي معك هذا الحكي لك شو بتساوي انت؟ انت جاي تفتح لي اسطوانه مدرسه يلا شيلك من الموضوع اول شفت جربان صرنا نحكي ليح مني عم بشغله والله والله غيري ما بشغله بلعه منه والله بس انا بشغله مثل ما انت عم تزله عم تحكي معه اذا عم تعطيه له عم تعطيه مصاري بتزله بتهينه شو انت معناتها؟ مالي جيبره مصراتي عمو مصراتي مصراتي عم اشتغل ما في معك الحكي الحكي معك فاضي انت حسبي الله ونعم الوكيل تفرج 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 لك قصه معك بالارجيله جاهزه معلم
تأخرت يا زلمة، ايش عم تسوي طبخة؟ قشي هي يعطيك ألف عافية. لا تاخذ المعطر. بعدين انت غبي شيء؟ غبي انت يعني؟ ما فيك مخ؟ شلون بتجيب ارجيله بدون ما نشرب شيء جنبه؟ انا ما بدي شيء، انا قلت لك بس نشرب ارجيله، ما رح نشرب شيء. انا ما رح نشرب شيء اخي، انا اشرب ارجيله بدون ما تيسر على شغلي يا اخي. قوم جيب لنا شغله نشربها، قوم شوف كولا مولا عصير شغله عامله. قوم ما بدي شيء، انا ما بدي غير سلام عليك. خلص انا ما بدي اشرب شيء، بدك تشرب انت خلي اشرب انا. لا اتحرك يلا خلصني. انت بتشتغل عندي؟ عم بعطيك مصاري انا. روق عليه شبك يا زلمه. روق عليه بضل بني ادم يا زلمه شبك. يا سيدي هيك بتسوي هيك بتشد على عمي. لك بني ادم بني ادم هذا فيه حس فيه ضمير فيه وجدان زلمه. شو عم تعمل انت؟ لعن ابو الحاج يلي عم خليني انهان. لعن ابو الفقر على ابو الحاج كله كرمال هالبيت انا عم اتحمل مو كرمال حدا تاني. زلمة حاج لا بتعمله انت مع الزلمة حاج. لك شو حاج؟ لك عم تهينه يا زلمة شو بك؟ ما عم بين حدا، انا عم بشتغل عندي، حبه يشتغل ما حبه يبطل. ما اللي جابره انا؟ مو هالكلام مو هالحكي مو هالاسلوب. شو مالك؟ انا عم بعطيه مصاري. معناتها كل واحد تعطيه مصاري بتقعد بتزله وبتهينه؟ هيك انا اللي حبه يشتغل عندي ما حبه. شو التفكير المتخلف عندك يا زلمة؟ لك خلاص انت الثاني ما تسوي جوا اشرب بسكوت. الصم بعدين صار معك مشروبات؟ لا في مشروبات ولا في شيء. طفي لي حسابي انا بطلت خالص. شو؟ تركت خالص. تركت؟ ايه. كيفك لاني؟ تصفي لي حسابي مو بكيفك. لانه انا كرامتي فوق كل شيء. سمعتك ايش عم تحكي وانت عم تهيني. بس انا صح فاير. بس كرامتي وانسانيتي فوق كل شيء. انا مالي حيوان قدامك تزني هيك بالراحه والرجعه. انا مصرات رب العالمين ببعث لي رزقي، مو انت اللي بترزقني، رب العالمين برزقني. صفي لي حسابي. خلص يا ابن الحلال، طول بالك انا بحل لك المشكله. يا ابن عمي ضربوا بنتي ما حكيت، اهاني ما حكيت، زلني ما حكيت، مسح كرامتي الارض، مساحهم وظبطهم، نظف تواليتات وساوي ما حكيت، بس الصبر له حدود. خلص ما في مشكله. له حدود الصبر. صح المصاري لازمتني، بس طز بالمصاري كله اذا بتهين كرامتي لاخر حد. خلص انا مالي عبد عنده. يا ابو ضمير، يا ابو كرامه، انت تضرب منك لكرامتك، رغم مصراتك عند المحاسب قلع. بس فيك ومصراتك، اذا بتفكر انت العالم كله بتنشغل بمصاري، العالم كله ما بتنشغل بمصاري، العالم عنده ضمير وعنده احساس. قلع حماد، فهم كلامي يا زلمه. شوف اذا هذا الزلمه بيطلع من بيتك هيك اعتبر من هون راي ما ده شغل بيناتنا، والتصدير عندك بده يوقف كل شيء، فهمان ولا لا يا محمد؟ كرامة هذا الشاب من كرامتي إلي، عم تفهم ولا لا؟ لا يا أحمد لا. مثل ما عم بقول لك، بدك تعتذر من الشاب لأنه أنت عم تهينه. أنا بتعتذر منه؟ لك بدك تعتذر منه مثل ما هنته قدامي، مثل ما زليته قدامي. لا مبسوط، أنا شغلكم خليك بحالك، وقف. خليكم شغلكم، أنا بطلع من النص وخليكم شغلكم وخليكم أنتوا جماعة. طول بالك. طول بالك. محمد مثل ما عم بقول لك، بخلاصة الكلام، إذا بطلع هذا الشاب من بيتك بهالأسلوب اعتبر بيني وبينك ما عاد في شغل، ماشي؟ لا يا أحمد، هلا بدك تترك الشغل بيني وبينك، ندخل موضوع شغلنا كرمال هاد؟ أكثر من هيك يا محمد. يا أحمد صدقني أكثر من هيك. بيناتنا ملايين دولارات، ملايين. ما بيهم هذا الشيء كله، مثل ما عم بقول لك ساوي. بدك توقف شغلي؟
مثل ما عم بقول لك يا محمد، اذا ما بتعتذر هلا من الشر اعتبر كل بضاعتك وقفت على الحدود، ما بتصدر اي قطعه وبضاعتك كلها بتتجمد بارضها اذا ما بتعتذر هلا قدامي. يلا. لا يا احمد لا، وصلت معنا المواصيل؟ وصلت واكثر يا محمد، ما عاد بدي اسمع منك ولا كلمه، اعتذر مني. انا بدك اني اعتذر من هاد؟ احمد صلي على النبي، شغل بيناتنا سنين، خربوا كرمال شقفت. شو بتختلف انت عنه؟ ما انت بني ادم وهو بني ادم. انا معي مصاري تعبت فيهم، هذا شو؟ هذا الحكي كله حكي فاضي، مثل ما عم اقول لك، يا بتعتذر يا بمشي. يعني هلا اذا انا ما اعتذرت بدك تخرب شغل واحد من الكلام على السريع. طول بالك احمد. ما في طولة بال، عم اقول لك يا بتعتذر يا بنمشي. يلا. معاملتك بدك تغيرها كلها معه. حقك علي. أنا آسف. لا عادي الله يسامحك يا رب، الله يسامحك. بس شوف بدي أوصل لك كلمة. مثل ما أنت عندك كرامة، الفقراء عندهم كرامة كمان. مو بس بالمصاري تشتري كل شيء. أنا سرعت شوي، لا توقفني. بس الله يلعن أبو الفقر، الله يلعن أبو المصاري. بدي لك كلمة يا محمد. الله يخليك سامحني. سامح الله يسامحك يا رب. مثل ما قلبك المهم رايح بيتك. بس أهم الشيء مو بس معي تغير معاملتك مع العالم كله اللي ظلمته اللي أهنتك. بتمنى منك ترجع تسامح وتطلب منهم السماح، لأنه يوم من الأيام ما في لا مصاري ولا في شيء. مظبوط. عملك هو اللي يفيدك. حقك عليك. حقك على راسي. هيك تمام. والله يعطيك العافية أنت يا ابني. روح كمل شغل. لا 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 لا. تعال روح معنا. روح. روح. أنت هون رايح. خلص روح. أروح أجيب الكولة. وأجي أعطي لكم كولة. لا 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 عود. خلنا نسوي سوا. عود. خلاص تعال. عود جنبي عود. خلص عود. عود. روح. روح الله يلعن الشيطان. وأنت يا أحمد. حقك علي لك خلص. والله ما كان. ما كان قصدي، ما بعرف شو كان صاير فيه. الله يلعن الشيطان، الله يلعن الشيطان. ما في مشكلة. كل واحد يتعلم من كيسه، بس اسمع مني الكلمتين يا محمد. بمصاريك بعمرك ما بتقدر تشتري كرامة الناس. هاي خليها قاعدة ببالك. حصل خير، حصل خير، الله يلعن الشيطان. سيف، سيف نبيك.